اصول الحوار ليه؟ الراجل بيقول وجهه نظر رؤيه معينه جايز تكون غلطان بس مديله فرصه يكمل. يعني انت رؤيتك انه بعض العناصر الاجماليه كانت احسن ظروف. واكبر دليل على كده يوم ما انتهت الجامد الحمايه الاساسيه كانت الشباب واللي كانوا المضحين اللي هم بيطلعوا ينطوا ويجيبوا البتاع لعيالهم كانوا كذا. كويس. كويس كويس. هل اعلام الثوره فقط في الحمايه والشكل الظاهر ولا كان في وسائل اخرى اكثر تنظيما؟ والله انا شايف ان الشعب نفسه طلع خطوات الموارد العامه. مثلا في بعض الفيديوهات اللي انتشرت على النت الناس العاديه. واحد كاتب مثلا عامل شعره كده كبير وبيقول لك مش هروح الا لما امشي. مش احلى الا لما تمشي. وبلد يقول له بقى امشي عشان خاطر عايز اتغدى او عايز اروح الحمام. ولاده متعسره ومستنياك لغايه ما تمشي مش هتمشي. جميل جميل. هو الشعب نفسه عنده خطر دعائي. ويعني مثلا واكبر دليل على كده كان في اعلامي اسمه باسم يوسف. عمل بعض الفيديوهات اللي على اليوتيوب باين فيها هو دكتور وما هو بيتكلم مع المذيع. انا ولا كان ليا في الاعلام خالص. بس هو كل اللي عمل ايه؟ عنده خطر دعائي. قدر يعبر عنها في هذه الساعه. وكان في حاجه جميله في الميدان اللي هي اسمها اساءه فنان الثوره او رابطه فنان الثوره. جميل. كانت بتضم كل الطوائف. جميل. تلاقي اليساري بيتكلم بيعبر عن فن. تلاقي الاسلامي، تلاقي اليساري، تلاقي المتشدد، حتى المتشدد. جميل. كان موجود في الثوره كان بيعبر عن هي دي الحريه الثوريه او الحريه الفنيه الثوريه. جميل. يقول لك عبر عن احييك. اسم حضرتك ايه بقى؟ عبود زمر. عبود ايه؟ عبود عبد ربه. بص يا شيخ عبود، انا مهمتي ان انا اتكلم معاكم على التحقيق الصحي. هل في علاقه بين احمد اللي كله بين التحقيق الصحي؟ لا، انت بتتكلم بس بطريقه اللي كل واحد هو الواحد. في علاقه طبعا. هو التحقيق الصحي. بمعنى هل في علاقه مباشره بين اللي انا بقوله او اللي احنا قلناه ده كله من اول اللي هو اختلاط واحد لغايه سيادتك بين ده وبين فن التحقيق الصحي؟ طيب هضطر ارجع اقول يعني ايه تحقيق صحفي؟ التحقيق الصحفي بيبقى في الاول بناء على خبر معين او قضيه معينه وبعد كده بنبدا ننشر من خلال مصادر كتيره ونجمع معلومات عنها وبعد كده ننزل الشارع. تعريف اكثر دقه محتاج. يعني بشوف وراي الناس ازاي تكون استبيان بسيط على راي الناس. راي الناس. دورك. هي مش التحقيق الصحفي وانا بناقش فيه بحقق مشكله عامه بتم قطع عليها. بحقق مشكله عامه مش عايز كمان اعرف بالنقب على جهد الايه؟ بالماء. يعني ايه تحقيق؟ ملف فساد او ما شابه بيكون للتحقيق الصحفي شغال. برضه يعني ايه تحقيق؟ صوتك واطي وانت تخيل يا حبايبي. علي صوتك شويه. علي انا تخيل. لا والله؟ حبيب قلبي خلاص بقى انت تقعد انت تقول زي ما انت عايز. اطلع تحقيق صحفي ده شيء مهم. بص على التحقيق نفسه ولا؟ على التحقيق نفسه. بطلع حاجه من المصدر او بتطلع حاجه من المصدر وبعدين اي حاجه؟ خبر. خبر مهم. يا معالجه للخبر. معالجه للخبر او للطيب. يعني ايه تحقيق صحفي؟ عايز حد يجيب لي بس تعليم كده يكون صح شويه يا جماعه نظبط الاعلام عالي. ها هخش على بنك والله العظيم. هم لا يقولوا والله هتجبوني علينا اخش على بنك. مش عايز ارجع لهم ولا حاجه. ها الاعلام فانا مش عارف انت يعني انت دلوقتي لو تبقى قناه تحقيق. هو التحقيق الصحفي اعتقد ان هو بينشر الفكره وبيناقش الراي العام فيها. يعني تناول الموضوع يهم الراي العام. تناول الموضوع يهم الراي العام. ها مناقشات واستطلاع للاراء المتباينه وسط استطلاع الاراء المتباينه وايجاد حلول من ناس متخصصين في الموضوع. ايجاد حلول من ناس متخصصين. كل ده كلام كويس انما لا يزال ناقص. ارجع عليك يا جميل. ها يلا شفتوا عشان تعرفوا ان انا اديتكم دلوقتي ميزه اضافيه وما استثمرتهاش عشان تعرفوا يعني عشان تعرفوا. ها يلا يا جميل. قول يا حبيبتي قول قول قلت قول. احنا جايين نعمل ايه؟ احنا جايين نقلب مع بعض. ها؟ ممكن تقول لي هي معالجة قضية معينة؟ معالجة قضية معينة كويس. ها؟ أي قضية ممكن تطلع؟ أي قضية؟ يعني لو مثلا هتخالف عمرو أي قضية تنفع؟ قضية
بتهم الناس، يبقى انا عين على مين؟ الاعلام كله، خبر، تحقيق، حديث، مقال، اي شكل من اشكال فنون التحليل صعب، عينك على مين؟ الجمهور. وكلما كان الامر لا يتعلق باكبر عدد ممكن من الناس، كلما كان ذلك جدير اكثر بالايه؟ بالمعالجه الصحفيه. تحت اي قالب بقى؟ عايز تعمله قالب خبري؟ ماشي، قالب تحقيق؟ ماشي، حديث؟ ماشي، مش كده؟ حقيقي. اي تحقيق على بالك؟
فكره التحقيق. يلا وخلي بالكم يا جماعه، كلنا هنتكلم دلوقتي في مجال افكار وتحقيقات، واللي يسمع فكره ما يقولهاش. انا احكيتيني على طول فكره على طول. ها حوالين ايه؟ الماتش ده الشغل في الملاعب مثلا؟ كويس. ها اديني فكره. البطاقة فكرة جامدة. الآثار اللي بتتشاف دي اللي اللغة العربية ممكن مثلا مثلا الناس استفادوا من الثورة، أو الناس المهن مهن أو بقايا أو الجائلون الذين استفادوا من الثورة. نعم؟ كويس. تاني تحرك او اتجاه التحرك ده في ايه تاني؟ نعم؟ عندي صوت يمكن الناس اللي كانوا مكسوفين من الناس. الترشح رئاسة الجمهورية. ها؟ الجمعية الانتخابية. النهوض بالصناعة المصرية. الانفلات الامني في الجامعات المصرية. الانفلات الامني في الجامعات على خروج القبس. غلاء الاسعار. أزمة حب النيل. لا يا حبيبي الحياة الطبيعية موجودة في حاجة تانية. نفس الهيبة اللي كنت بتكلمني. ها قول. تأثير الثورة على الفن. تأثير الثورة على الفن. عندي صوت. ها. والله العظيم ما حدش يسمع. أنا نفسي أنا محاكمة حسن. محاكمة الرئيس. الصناعات البتروكيماويه وازاي نوفق بينها وبين بين بين حاجات تقيله وبين مقتضيات البيئه. الوجوع البطيء للامن. الوجوع البطيء للامن. دور الصف القومي بعد ما تخرج دور الجديد للصف القومي. ده انت عايز تعمل زي صاحبي؟ اه كويس ماشي. اين ذهبت اسلحه القنص التي تم قتل بها تغيير القناه الصحفيه؟ هل هتبقى الافضل ولا الانيق؟ الاسفل. ومرات الزمالك ما قالتها شغف الملاعب وطريقة حاجة تانية. هرجع لك تاني. الثورة وسلوك المجتمع. التناقض كان التزلزل. استغلال الغياب الأمني أو الانفلات الأمني. ها؟ إعادة إعمار مصر. إعادة إعمار مصر. لا ما قلتيش، لازم أرجع لك تاني. أنت أه. أنت. قولي إيه؟ الهروب، الهروب من ايه؟ اللي هو الحياة زي ايه؟ ممكن ايه؟ موضة؟ فكرة ايه عن موضة؟ الأحزاب الإخوان وتحولوا إلى حزب ديني. دور الإعلام بعد الثورة التوعية السياسية. التوعية السياسية، أنا دول أفكار ولا ما قلتوش؟ مش كده؟ كويس أوي. يبقى إذا إحنا النهاردة من خلال الكلام اللي انتوا قلتوه انه يمكن لنا ان احنا بنلاقي افكار كتيره جدا 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 لتحقيق صحفي. ايه يعني هل اي مندوب صحفي ينفع يبقى محقق صحفي؟ مش عارف. المندوب له مصدر معين. ها المحقق بيبقى تعامله مع ناس اكتر. ده معناه ايه؟ الصحفي اللي هو بتاع التحقيق لازم يكون عنده شخصية مختلفة شوية عن صحفي بتاع الخبر. طيب. قاعدة أوسع من العلاقات. وقاعدة أوسع من العلاقات. كويس. طيب. أنت كنت عايز تقولي حاجة قولي. لا بقول إن شايف حاجة بتاعت الحلقة كده عايز تسألك وأنت قولي. بقول إن المحقق ممكن هو اللي يكون مندوب لكن بالعكس لا، المحقق بيبقى عنده شغل إن هو يكتب ويحاول. إن المحقق ممكن يبقى مندوب صحفي، لما المندوب الصحفي ليس كل مندوب صحفي يصلح أن يكون محققاً صحفية، مش كده؟ حلو قوي الكلام ده. كل واحد يا جماعه كده يطلع ورقه وقلم وفكره من عند سيادته ويقول لي هيعملها ازاي؟